إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هم الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهذا تقدم وسطيتهم بين المشبهة والمعطلة، ولم نذكر معنى التكييف، ذكرنا معنى التمثيل، ولكن التكييف نثبت صفات الله من دون تكييف، يعني من دون أن نسأل، يعني يشتمل على معنيه، من دون أن نسأل عن صفات الله بكيف، ما نقول كيف الله الرحمن على عرش استوى، كيف استوى، عموم صفاته ما يجوز لنا أن نسأل عنها بكيف، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن صفته ولم يخبرنا عن كيفيته. هذا واحد، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله ذلك الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم لما نكس رأسه وعلاه اللحظاء العرق ثم رفع رأسه، وقال الاستواء معلوم، معلوم بمعنى معروف عند العرب. والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول، يعني ما أخبرنا عنه. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من المسجد. فالمقصود عدم السؤال، يعني التكييف، عدم السؤال بكيف، على واحد. الثاني أن يكيف لله صفته، يقول صفة الله جل وعلا الفلانية بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، بدون أن يمثلها بشيء من المخلوقات، لكن يذكر لها كيفية معينة. فهذا كله من القول على الله جل وعلا بلا علم، ومن الابتداع في دين الله جل وعلا. وهم وسط في باب أفعال الله من الجبرية والقدرية، لأن القدرية يقولون الله جل وعلا لا يعلم بهذا القدر حتى يقع، لا يعلم به. لماذا؟ لأنهم توهموا التشبيه أولاً فوقعوا في هذا. يقولون كيف يقدر على عبده المعاصي، فسألوا أولاً بكيف، ثم توهموا أن صفات الله جل وعلا تشابه صفات المخلوقين، فقالوا لا يعلم حتى تقع. وقابلهم في الجهة المقابلة الجبرية، يقولون العبد مجبر، الله جل وعلا أجبره على هذا، وكلاهما في ضلال مبين. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هؤلاء القدرية، قال خاصموهم أو جادلوهم بالعلم، قولوا لهم الله جل وعلا يعلم بالشيء قبل وقوعه أو لا، فإن أقروا به خصموا، خصموا خلاص، أن الله يعلم بكل شيء وهو الذي قدره، وإن أنكروه إيش كفر، تنكر أن الله، يعني أعظم صفة أكثر منها الله جل وعلا في كتابه هي العلم، وهو خالق هذا الكون والمدبر له والمتصرف فيه، ما يعلم بما يقع فيه، هذا أعظم الكفر. والجبرية في المقابل أثبتوا القدر علم الله جل وعلا، لكن قالوا العبد مجبور على فعل، وسيأتينا إن شاء الله زيادة فيها.